مرحبا يا ابني. عرفنا عن حالك. اسمي بشار خرقي. بشار؟ خرقي. نعم، شو عم تاخذ حاليا يا بشار؟ درس انجليزي. عم تاخذ درس انجليزي، طيب، نحن وين حاليا؟ بحلب المحاصرة. نحن بحلب المحاصرة، كيف الوضع بالمدرسة بالنسبة لحلب المحاصرة؟ والله ما في دفاتر، ما في كتب. ما في انه بتروح على المكتب تشتري، ما في. ما في صعوبة بتأمينه، نعم. طيب. كمان في طيارة، تقريبا نحن بننزل على الأرض وما في ضوء، اشترينا نتعلم نعرف. يعني ما في كهرباء جوا؟ ما في. تمام، هي كمان بالنسبة لخارج المدرسة شو الصعوبات اللي عم تواجه؟ ما في أكل وما في مسويكة، نحن وفينا نروح على الحدائق وناكل. ما عم تروح على الحديقة؟ ما في. ليش ما بتروح على الحديقة؟ في طيارة. بتخافوا إنه من الطيارة؟ تمام. طيب كيف عم تدرسوا بالبيت؟ كيف عم تحضروا دروسكم؟ تكتبوا وظائفكم؟ والله الحمد لله. في كهرباء ولا على الشمعة؟ على الشمعة. على الشمعة عم تدرس؟ طيب بتحب انت بينفتح الطريق؟ نعم. طيب اذا انفتح الطريق ايش بدك تسوي اول شغلة بدك تعملها؟ بدنا ناكل. بدك تاكل اكلات؟ نعم. كمان بدك تطلع تغير جو؟ لا بدنا نروح على الحدائق، مع الحدائق ان شاء الله تعالى ان شاء الله.